في الفرح احنا حلينا حسينا حضرتك. لا طبعا في حماس بيكون اكتر من هيك اكتر من كده طبعا بيكون حماس اكتر من كده طبعا طبعا احنا دحلوك هلا هيك هلا هلا انا لحد هالساعه هيك الغناء محافظ على شيء بيئه اسمه استوديو. كيف طبعا بيكون في طبل معانا ورجلين شغاله والحركات طبعا والحركات ولازم تكون انت كمان كلك الاغنيه دي يعني هي اللي بتغنى في الكافيهات زي ما قالت ناهي ايه بغنيها طبعا عادي ده الخفيف مش كده ايه طبعا بغنيها الغنيه مع الحفاظ على الالفاظ طبعا سوريا كل مرة بتنتج لنا أجيال مختلفة يعني مثلا عندك الجيل بتاع جورج يوسف أصالة الوسوف لا يعلى عليه الوسوف مستحيل أنا لحد هسه أنا أصلا أنا من عشاق الوسوف أنا برضو من عشاق جدا أنا من عشاق يعني حتى كتير عفوا ما بدي أكيد أنا ما بتشبه الأستاذ جورج طبعا بس كثير بيقولوا لي صوتك يعني ايوه في انا حسيت قبالك عشان كذا أيوة ذكرته لك ايه فهو والاستاذ ربيع الاسمر هاي صحيح ايه فكثير هم ديل جيل واحد اصاله نصر برضه هو يمكن الصوت سبران وهيك فهمت كيف ثاني في اجيال جديده بعد اصاله نصر وجورج يوسف في أجيال جديدة ظهرت من الفنانين الشباب الموجودين الآن في الساحة الشباب طبعا غير يعتبر جورج وسوف صاروا من قدام يعتبر طبعا قدام طبعا طلع بالوقت ها طلع الأستاذ كاظم الساهر أيوة أصالة نصري جورج وسوف راغب علامة راغب علامة كمان أقدم منهم شوية كده أيوة إيه طبعا راغب علامة صبحي توفيق كتار عاصل حلاني بالهوارة أيوة طيب في جيل جديد قدروا نحس طبعا جيل محمد وأحمد طب لا أقدم أكيد أكبر منهم أقدم من محمد طبعا مثل حسين الديك طبعا حسين الديك طبعا جيل يعتبر من 10 سنوات طلع